بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة. أهلا بكم في حل التدريب 15 بعنوان الحقوق والواجبات للأستاذ الكبير عباس محمود العقاد. يقول العقاد: إذا كثرت المطالبة بالحقوق قل العمل بالواجب ولا صعوبة. طبعا تعرف أن صعوبة هنا اسم للنافية للجنس مفرد مبني على الفتح، لأننا لقيت لا قبله والاسم نكرة وما فيش فاصل وما فيش حرف جر، إذن لا عاملة. وكلمة صعوبة له مضافة وله منونة، إذن هي مفرد، فعشان كده خدت القرار بأن صعوبة اسم لا مفرد مبني على الفتح. أستاذ ما تمشيش شبيه بالمضاف، ما احنا ممكن نقول لا صعوبة في تفسير هذه. والله كان حط التنوين، لازم يحط شرطتين كده فوق التأنيث بتاعت صعوبة. إذا طالما ما شفتش تنوين يبقى مش شبيه بالمضاف، لازم تشوف التنوين بعينك في الجملة. ولا صعوبة في تفسير هذه الحقيقة الواضحة، لأن البلد الذي يعمل فيه كل إنسان واجبه لا يضيع فيه حق من الحقوق، ولا تدعو فيه الحاجة، ولا تدعو فيه الحياة إلى المطالبة بها. هي الحاجة دي على فكرة، ولا تدعو فيه الحاجة إلى المطالبة بها أو الشعور بنقصها. فإذا رأينا بلدا يكثر فيه المطالبون بحقوقهم فخير ما تنفع به ذلك البلد. طبعا دي بدل، لان مش عايزين وسوسه بقى، مش عشان حذرناك ان اللي مش يعني في ناس كتير لما اقول لهم ايه خلي بالك المشار اليه بعد اسم الاشاره مش دايما يعرب بدل، مش دايما، لكن فعلا بيعرب بدل. فما ندخلش يا جماعه واخدين قرار مسبق هو المشار اليه ولا لا هنا، يعني ذلك بتشاور على البلد خلاص، يبقى هنا ده معرف بقال بعد اسم اشاره في غير النداء، خلاص ده بدل. ماله بقى بدل منصوب؟ لأن تنفع أنت ذلك، فذلك هنا مفعول به، المفروض هي في حال نصب مفعول به، يبقى البلد هتاخد إعرابها، لأن أنت تذكر أن البدل بياخد إعرابه من اللي قبله، فالبدل البلد هنا هتبقى بدل منصوب وعلامة نصبه يا شباب الفتحة. أن تذكره بواجباته، بقول لي هنا وخير ما تنفع به ذلك البلد أن تذكره بواجباته، وأن تكرر له حكمة واحدة يقرأها في كل مكان يسمعها في كل مناسبة، وهي عليك بالواجب ودع الحقوق تسعى إليك بغير عناء. قال لي سعد زغلول في بعض أحاديثه: وهو أخبر الناس بالوطن الذي يقوده، ولهذا استطاع أن يقوده. قال: إن آفتنا الكبرى أننا لا نحمل تبعاتنا، وأننا نحاسب غيرنا على واجبتهم ولا نحاسب أنفسنا على واجبتنا. والمحور الذي يدور عليه الأمر كله أن الإنسان لا يعمل لنفسه دون غيره. طبعا اللي بعد دون بيبقى مضاف إليه، كلمة دون، دون عمل، دون وقت، دون عناء، دون غيره، اللي بعد دون بيعرب مضاف إليه، والهاء في غيره طبعا تعرب برضو مضاف إليه. ولا يعيش بمصلحته دون مصالح أهل وطنه، فإذا كان كذلك فهو إنسان عليه واجبات ولا حقوق، ولن يكون له حق يطالب به إذا قصر في أداء الواجب المفروض عليه. أما إذا كانت مصلحته وحدها، انتبهوا بقى، كنت قلت في بعض التدريبات السابقة وبعض الحصص السابقة إن كلمة وحد إذا اتصلت بضمير تعرب حال، وحدك، وحدهم، وحدها، وحدنا، هذه الكلمة تعرب حال ثابت من الثوابت، مثل جميعا، وكلمات كثيرة تعرب حال مثل جميعا ودائما ووحدها ووحدك وهكذا. إذن وحد هنا حال منصوب على نصب الفتحة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، هي التي تعنيه وتستغرق جهده، فليس له حقوق ولا لوم على أحد إذا فاته الحق الذي يدعو إليه. بل استغرق فعلين مضارعين منصوبين بأداتين مختلفتين. طبعا إن شاء الله السؤال ده سهل، ليه؟ لأن احنا عارفين أن أن ولن وكي ولام التعليل هي اللي بتنصب المضارع، وفاء السببية ولام الجحود وواو المعية. تعال بقى نشوف كده، فعل مضارع منصوب، طب فينفع تدعو ده؟ لا طبعا، لأن ده لا هنا نافية ولا تؤثر طبعا، ولا يضيع لا نافية ولا تؤثر طبعا. أن تذكر كره، صح كده، منصوب علامة نصبه أن، وتكرر منصوب علامة نصبه أن، بس احنا هنا ما جبناش مضارع آخر منصوب بأداة مختلفة، يعني احنا المضارعين دولت منصوبين بأن، فاحنا لازم نجيب واحد تاني منصوب بغير أن. يسمع في كل مناسبة دع الحقوق تسعى، طبعا تسعى فعلا مضارع مرفوع لأن ما حصلش فيه لا نصب ولا جزم. وهو أخبر الناس ولهذا استطاع أن يقود، برضو منصوب بأن، أننا لا نحمل ونحاسب ولا نحاسب أنفسنا. لغاية دلوقتي احنا بندور على منصوب بحاجة غير أن،
والمحور ألا يعمل ولا يعيش بمصلحته فهو عليه واجبات ولن يكون صح كده. لن يكون منصب بلن هو وعلامة نصبه يا شباب علامة نصبه الفتحة. بدلا واذكر المبدل منه واعربه. طبعا البدل زي ما احنا طلعنا من شوية البلد. البلد هنا بدل ليه؟ علشان اسم إشارة بعدين معرف بقل في غير الندى هو المشار إليه. طب يعني إيه المبدل منه؟ اللي هو كلمة ذلك، اللي هو كلمة ذلك دي تعتبر إيه شباب؟ تعتبر هي المبدل منه وتعرب حسب موقع في الجملة. أما البدل فيعرب تابع. اسما للن فعل الجنس واعربه، عايز اسما وفاعلا مرفوعا بعلامة فرعية. طب تعال الأول كده نطلع اسم للن فعل الجنس لا صعوبته، وكلمة صعوبة تبقى اسم لا مفرد مبني على الفتحة. فطبعا هنا واضح ان في عيب في التدريبات هنا او في الاسئلة اللي في التدريب الخمستاشر ده، لان الاسئلة تعتبر مكررة، لان هو خلاك تعربها وبعد كده طالب منك برضو ايه انك تستخرجها. لكن تعالوا بقى نطلع فاعل مرفوع بعلامة فرعية. يعني ايه؟ اهو يكثر فيه المطالبون. اولا كلمة المطالبون فاعل، والعلامة الفرعية هي كل رفع تم بغير الضمة، وكل نصب تم بغير الفتحة، وكل جر تم بغير الكسرة. يعني لو جر الاسم بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف تبقى علامة فرعية، لو نصب الاسم بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم تبقى علامة فرعية، لو رفع الاسم بالواو في جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم بنصب بالكسرة يبقى علامة فرعية، ولو رفع الاسم بالواو يبقى علامة فرعية سواء في الأسماء الخمسة أو في جمع المذكر السالم، ولو رفع الاسم بالواو لأنه من الأسماء الخمسة زي ما قلنا يبقى، ولو نصب الاسم عفوا احنا كررناها، لو نصب الاسم بالألف يبقى يا شباب يبقى من الأسماء الخمسة وعلامة يا شباب علامة فرعية. يبقى كلمة المطالبون هنا تعرب فاعل مرفوع علامة رفعية يا شباب الواو اللي هو كان طلبه فاعل مرفوع بعلامة فرعية. نعت مفردا وعربه. يعني ايه نعت مفرد؟ يعني عايزه مش جملة ولا شبه جملة. تعالى كده نشوف العمل بالواجب في تفسير الواضحة صح كده؟ ما هي على فكرة كلمة الحقيقة بدل برضه على فكرة، تفسير هذه الحقيقة، هذه كانت مجرورة يبقى الحقيقة بدل، وكان ممكن يطلعها بدل والمبدل منه، والواضحة تبقى نعت مفرد ماله مجرور وعلامة جره يا شباب الكسر. طبعا هناك نعوت أخرى قد تجدها مثل الذي مثلا، أن الاسم الموصول المسبوق بمعرفة يعرب نعت، فالذي برضه تعتبر يا شباب تعتبر نعت مفرد. أنا طبعا مش بطلع كل حاجة، أنا بطلع لك كلمة أو كلمتين عشان ما أطولش عليك في الوقت. حالا جملة وعربها، عايز حال جملة. انتبهوا بقى يا شباب، الحال الجملة بيجي بشكلين، يا إما جملة يجوز الاستغناء عنها وحط تحتها خطين يجوز الاستغناء عنها ديت بعد معرفة، جملة يجوز الاستغناء عنها بعد معرفة. يعني جاء الرجل يسعى، جاء فعل ماضي الرجل معرفة بألا هي تفاعل، يبقى جملة يسعى يجوز الاستغناء عنها وجاية بعد معرفة. ممكن أقول جاء الرجل واسكت، يبقى جملة يسعى في محل نصب خبأ، في محل نصب حال للرجل. وممكن تيجي بطريقة تانية اللي هي طريقة وهو كذا أو وهي كذا بضمير الواو الحال مع الضمير، يعني ما أقول جاء الرجل وهو يسعى. خلي بالك وهو يسعى ديت الجملة دي كلها على بعضها في محل نصب حال، لأن الواو هنا هتبقى واو الحال. يعني لما تيجي تعرف هتعرف واو الحال، واو حرف لا محل له من الإعراب، واللي بعدها عادي جدا مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل أو الجملة الإسمية في محل نصب حال. فتعال بقى ندور على الحال بالطريقة اللي أنا قلتها. بص كده على نشوف كسرة المطالبة، قل العمل، لا صعوبة، البلد الذي لا يضيع فيه. طب البلد اللي لأن البلد الذي يعمل فيه كل إنسان واجبه لا يضيع، لا دي خبر، خبر أن ما يصحيح جملة لا يضيع متعلقة بكلمة البلد المعرفة، لكنها خبر لا يجوز الاستغناء عنها، فلازم أدور على جملة لها معرفة ويجوز الاستغناء عنها. يكسر فيه بعقوقهم أن تذكرها بواجباتها، حكمة يقرأها في كل مكان يسمعها في، طبعا حكمة واحدة يقرأها ما تنفعش، دي جملة نعت، لأن كلمة يقرأها مرتبطة بكلمة حكمة وحكمة نكرة، يبقى دي جملة نعت. وكذلك جملة يسمعها وهي عليك بالواجب، طبعا وهي دي جملة جديدة مش حال، لا طبعا مش حال، دي توضيح وليس بيان حالة، عليك بالواجب ودع الحقوق ها تسعى إليك. بص هنا بقى، اترك الحقوق تسعى إليك، اترك الحقوق ديت فعل وفاعل ومفعول به، دع فعل ماضي والفعل مستتر والحقوق مفعول به. إذن الجملة هنا كاملة الأركان لا تحتاج إلى كمالة، فتسعى
مرتبطة بالحقوق وجملة تسعة ليست خبرا أي يجوز الاستغناء عنها، لأن الجملة تكمل قبلها بالفعل والفاعل. ما يعني إيه جملة يا شباب؟ الجملة إذا اكتمل فيها الفعل والفاعل إذن دي أساسيات الجملة، كونها محتاجة مكملات ماشي لكن مش أساسيات. إذن جملة تسعة هنا، هل هي جملة تسعة هنا خبر؟ لا خلاص، يبقى جملة حال مرتبطة بالواجب بالحقوق عفوا، يبقى حال الحقوق إيه؟ أنها تسعى يا شباب، تسعى إليك. طيب هنا قال لي سعد زغلول في بعض أحاديثه وهو أخبر الناس، دي ممكن أوي تبقى جملة حال، لأن سعد زغلول وهو أخبر الناس أي حاله أخبر الناس، يبقى فعلا هنا دي جملة في محل نصب يا شباب، في محل نصب حال. طيب جايزين نلاقي حاجة، المحور الذي يدور، لا ما تنفعش طبعا، المحور الذي يدور جملة يدور مرتبطة بالمحور لكن دي الخبر. أن الإنسان لا يعمل، طب الإنسان معرفة وبعدها جملة بس برضو خبر. أن الإنسان لا يعمل دي جملة خبر، إذن لابد أن تتأكد أن الجملة التي استخرجتها حالا لم تقع خبرا، وأنه يجوز الاستغناء يا شباب، أنه يجوز الاستغناء عنها. طبعا يعني ايه اعربها؟ بعرب مفصله وبعدين بقول في محل نصب حال. يعني ما اقول وهو اخبر، اللي هو حرف لا محل اعراب، هو ضمير مبني في محل رفع مبتدا، واخبر هتبقى الخبر، وجمله هو اخبر في محل نصب حال. وكذلك جمله تسعة اللي طلعناها للحقوق هتقول فعل مضارع والفعل مستتر والجمله في محل نصب حال. السؤال الرابع بيقول اذا كثرت المطالبه بالحقوق قل العمل بالواجب، اجعل فعل الشرط في هذه الجمله مضارعا وادخل عليه اداه شرط جازمه تدل على الزمان. بص بقى الطلبات الكتير، يعني اولا عايزين يكثر صح، تكثر، طب عايز اداه شرط تدل على الزمان، ايه الادوات الشرط اللي بتدل على الزمان يا جماعه؟ ايان ومتى، انتبهوا بقى، متى وايان ادوات شرط جازمه تدل على الزمان، لكن عندي ان وعندي اين، مش كده؟ ان واين بتدل على المكان، يعني ان تتجه في القاهره تجد زحاما يعني في اي مكان، لكن ايان تتجه في القاهره تجد زحاما يعني في اي وقت، الصبح بالليل مش عارف ايه. لما اقول برضو خلي بالك بقول ايه، ها ان تتجه في القاهره تجد زحاما، يبقى خلي بالك ديت اكد تاني، ان للمكان يبقى ان في تتجه في القاهره تجد زحاما يعني في رمسيس في العتبه في اي حته، دي معناها كده معناها، لكن ايان تتجه في القاهره تجد زحاما قلنا يبقى بمعنى الصبح او بالليل. طب انا عايز واحده للزمان بقى، متى وايان للزمان، متى متى تكثر المطالبه بالحقوق يقل العمل بالواجب، والاثنين هيبقوا مجزومين طبعا زي ما انت عارف. سؤال خمسة بيقول لي إن آفتنا الكبرى أننا لا نحمل تبعاتنا، بين سبب كسر همزة إن وفتحها في أننا. الحمد لله الإجابة دي الدرجة في جيب الطالب، يعني زي ما بقولها دايما ليه؟ عشان إن تكسر همزتها في بداية الجمل وتفتح إذا دلت على المؤول، يعني هم حالتين أصلا فيش غيرهم، أي إن مكسورة الهمزة لأنها جاءت في بداية الجمل، وأي أن مفتوحة الهمزة لأنها دلت على المصدر يا شباب المؤول. بيقول لي ما مرادف كلمة نحمل؟ نحمل يعني كلمة نحمل هنا نتحمل أو نقوم بتبعاتنا. طب كلمة تبعات مفرد تبعات تبعة، مفرد آفات آفة. ضع كل منهما في جملة من إنشائك، فأي مادة تكشف معجمك عن كلمة نستغرق؟ غارقة، باب الغين، فصد الراء ثم القاف. اضبط الكلمات التي بين القوسين بالشكل التام. تعال نرجع للكلمات التي بين القوسين عشان نتعود على الحكايه دي وما تفاجئناش في الامتحان. اذا كثرت الفعل الماضي ما تخافش التاء، بس دي تاء تأنيث هتحط عليها سكون. المطالبه تو، لان مين اللي هتكثر؟ المطالبه، يبقى فاعل مرفوع بالضمه. بالحقوق جر ومجرور هتحط كسره. قل العمل له، لان هنا هتبقى فاعل بالواجبي. ولا صعوبته عشان مبني على الفتح، في تفسيري عشان مجرور بالكسره. هذه الحقيقه، خلي بالك عشان هذه هنا مضاف اليه، لان اسم الاشاره المسبوق بنكره بيعرب مضاف اليه، وبالتالي هنا البدل هيبقى مجرور بالكسره. تحط كسره تحت تاء التانيث وكسره تحت كلمه الواضحه في تاء التانيث برضو بتاعتها عشان دي نعت، لان البلد اسم ان طبعا خلي بالك، يعمل فعل مضارع مرفوع، كله طبعا لانه فاعل، مين اللي هيعمل هنا؟ كل ديت انسان، دي مضاف اليه. واجبه مفعول به منصوب علامه نصبه الايه شباب الفتحه. لا يضيع طبعا دي لنا فيها، لا تؤثر في الفعل المضارع بعدها يبقى ماله شباب مرفوع. فيه حقه فاعل، خلي بالك كلمه يضيع فيه حقه، حقه هنا من اللي هيضيع؟ اللي هو الحق ده، يبقى فاعل مرفوع على مترفع الضمه، بنحط ضمه على القاف يعني. من الحقوق ولا تدعو فيه الحياه، هي الحاجه، لا تدعو فيه الحاجة، ونحط برضه ضمة على كلمة على تاء التأنيث. إلى المطالبة بها أو الشعور بنقصها،
كده شباب التدريب الخامس عشر تم بحمد الله.